ايوه في موضوع مره مهم ابغى اتكلم فيه معاك. حط هذه هنا شويه. تعال بكره بينزل مقطع الفوائي، ابغاكم كلكم تفجرون ام لايكات. ابغى يروح ترند فوق. بكره بينزل المقطع تمام. يلا موت خلاص. اهم حاجه في العياده عندنا ايش؟ التقييم. كل ما تقييمنا يرتفع فوق كل ما انا اعالجك علاج احسن. شايف؟ لا اصلي اصلي تمام. طيب يا طول العمر والسلامه، هذه خلها هنا. شوف احيانا الشخص لازم يواجه مخاوفه، فانت لازم تواجه مخاوفك. السلام عليكم، حياكم الله في مقطع جديد في قناة منكدل. ابوريكم اكبر شخص داعم لنا في هذه القناة، حبيبي بيج سموك. كيف حالك الطيب؟ شو اخبارك؟ تكلم الوحش. اي اي تكلم. طيب هو عنده مشكلة، يقول انه جزمة ضيقة عليه فعشان كذا ما يقدر يتكلم. المهم اليوم عندنا فيديو مهم جدا. الحمد لله اخذت شهادتي وصرت دكتور للامراض النفسيه، وعندي بيج سموك الاستشاري الخبير في الامراض النفسيه. فاذا انا جاتني اي حاله صعبه ارجع للاسطوره بيج سموك. بعد قلبي والله. خلك هنا، اي شيء ابغاه منك ترى بكلمك. طيب بسم الله نبدا. اوه خلينا نشوف ايش عندنا من حالات اليوم. اهم حاجه ان الناس يكونون يحبونك، تتعامل معهم بالطرق الحديثة. طيب بسم الله خلينا نشوف. أول مريض عندنا، أوه المريض هذا يقول عنده مشاكل مع الفضاء ويخاف من الطيارات، يقول أنا ما أقدر أركب الطيارة وعندي مشاكل بسيطة. هلا بالمريضين، هلا بالنفسيات. نفسية كيف حالك؟ طيب جايب الموعد ما شاء الله تبارك. انت استنوا استنوا، في واحد قدامكم اخلص منه واجيكم. تعال. ايوه يلا بنتفاهم معك ذا الحين. معلش هذا الريسبشن، انا ما وريتك الريسبشن صح؟ تعال. لا تمد يدك على دكتورك، لا تمد يدك على دكتورك، تفهم؟ اوقف اوقف خلك رجال، اوقف يا نفسيه. هذا غالي بفلوس بفلوس بفلوس، ده تفهم بفلوس ما هو ببلاش، تفهم ولا ما تفهم؟ قل لك حياة. نفس بيت اهلك هناك، مو تنفس عندي هنا. اعالجك اعالجك، تنفس عندي. قلة ادب. شوف طرق العلاج، شايف؟ شوف طرق العلاج يا بعد الدنيا. لا تخاف لا تخاف لا تخاف، قسم بالله. تعال تعال هق 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 يا بعد الدنيا. شوف يا طول العمر والسلامة، عندنا أكثر من علاج. طبعا هذا عندنا هذا العلاج خاص خاص جدا، له طريقتين استخدام، مرة واحدة في الحياة. الدكاترة يقول لك أنا أعطيك علاج تستمر عليه مدة كم سنة، 3 مرات في اليوم. هذا مرة واحدة في اليوم، يا كذا يا كذا، أنت اللي تحدد. طيب يا حبيبي خليني أعرض عليك بعض التطورات في هذا المستشفى العظيم. أوقف هنا يا طيب، لا تحرك. ها عندنا أشياء كثيرة صراحة، ما أدري أبدأ معك فيش. أنت تقول لي تخاف من الفضاء، ها؟ أيوة عندنا أشياء حديثة، هذه الأشياء من المستقبل. شايف الليزر هذا؟ هذا الليزر يرجع الفضاء على طول. إذا أنت خاف من الفضاء بتعامل معك إيش؟ بطرق حديثة تتابع الفضاء. ما تبغى ما عجبك عادي، في غيره. ايش اجيب لك؟ عندي علاجات كثيره. بيج سموك يا طيب، ايش فيه ذا ما يرد؟ اي بيج سموك يخاف من الفضاء. يا طيب ما عليك، كل شيء عندنا يمشي. اهم حاجه في العياده عندنا ايش؟ التقييم. كل ما تقييمنا يرتفع فوق كل ما انا اعالجك علاج احسن، فاهم ولا لا؟ تطلع من هذا الباب متعالج، انت متعالج، التقييم عالي. ينقص التقييم واحد بس افقع وجهك. الطيب تسمع ولا لا؟ نتعب حنا علشان نجيب ادوية لكم ونجيب لكم اجهزة حديثة وانتم ما تستاهلون شيء. اوف عليك. اوه معلش انت نفسية، معلش يا نفسية نفسية نفسية. اضحك اضحك، لا تعض لا تعض لا. ايش في برطمك؟ اي بطر اي برطمك، ايش فيه؟ ما امزح معك انا يا نفسيه، ما
ما امزح معك، انا جاي هنا اعالجك وامشي. فلوس؟ في فلوس اعالجك، ما في فلوس ما اعالجك. فين فلوسك؟ فين فلوس؟ ما جبت فلوس. ما اوه انت بالبطاقة. بطاقتك فين؟ فين بطاقتك؟ طلع البطاقة. ما معك فلوس ها؟ برا. انا ما عالج بلاش، انا ما عالج بلاش، ما عالج بلاش. برا برا برا. ابن امك تعدي المكان هذا. بيج سموك ايش رايك؟ معليش هذا انا بطرده برا، ما جاب فلوس. تبغاني اساعده؟ قسم بالله علشان بيج سموك بس، ولا انت قسم بالله ما تستاهل تفله، قسم بالله ما تستاهل تفله. قلت ادب. دقيقه خل اشوف الكتاب حقك كيف طريقه علاجك انت. يقول اللي يخاف من الفضاء نوديه الفضاء. خلاص الكتاب هذا فيه كل شيء، بوديك الفضاء يا طيب. بسم الله عليك، بسم الله عليك. انجرحت نفسيا، انجرح بدري لحد الحين حالشك مره. لا تشيل هم، لا تشيل هم، بسيطه الامور. خلك هنا، خلك هنا. ايوه حالك بعيد، ما انت ما دفعت فلوس زي الرجال هذولي. لا تطالع انت وياه. قلت ادب. دقيقة واحدة. يا السلام، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايوة الان انا سوف اعالجك علاج حديث. اي معليش، والله معليش. الان بوديك، بوديك الفضاء، بوديك الفضاء. خلاص معليش معليش. دقيقة. ايوة ايوة. كيف العلاج؟ ارجع خلاص. تعال جيب فلوس. ما عالج ببلاش انا. ما في فلوس، فلوس ما فيه. اي لو معك فلوس كان خليتك تروح للفضاء تحقق حلمك، تتعالج يا نفسية. تسمع؟ فلوس ما فيه. طيب فلوسك فين؟ خلك هنا اتحرك، روح جيب فلوس بعدين اكمل لك الرحلة. هلا والله. دورك انت، تعال هنا. اللي دوره هنا يبدأ من هنا. معك فلوس؟ هذا دفع. ايه انت دافع عن طريق الموقع. ايه بيج سموك يعلمني كل شيء. تمام انت شغلك. دقيقة وجاي خشوف كتابك انت، مش عندك من مشاكل او امراض نفسية. انت خاف من السباحة؟ لا لا لا، بسيط بسيط مرة، لا تشيل هم. مرة مرة بسيط بسيط. هذا ما عليك من الكتاب، هذا كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. ما عليك، معليش على الحوسة اللي هنا. بس لكن تعرف بعض الناس ما يحترمون، ما يحترمون الدكتور. لكن انت باين عليك انسان محترم، انسان محترم. ولا انت محترم؟ محترم. هيا خش خش، فاضي لكم حنا. طيب انا هنا وراك، انا لا تطالع هناك في المرضى يا نفسية. انت نفسية لا تطالع في نفسيات، طالع في الدكتور عشان تتعلم من الدكتور. قسم بالله تموت جدك على الدكتور مرة ثانية، لا فقع وجهك. تسمع ولا لا؟ قلت ادب. ولا كلمة. هذولي هم اللي تجيبهم لي، بس هذا اللي فالح فيه. ناس مهايطية ما يسمعونك كلام. تقولي تخاف من الموية؟ تخاف من الموية ها؟ طيب عندنا سلاح ازرق، ازرق زي لون الموية. تبغاه؟ شوف مو عاجبك عادي، عندنا اسلحة كثير. احيانا الشخص اللي يخاف من الموية لازم توريه حاجة تخوف اكثر من الموية. طيب كيف كذا؟ كيف كذا؟ كويس؟ اي 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 مو كويس؟ عادي عندنا سبل علاج مرة كثير، لا تشيل هم. شايف؟ جميع انواع الاسلحة الحد، اقصد الادوية الحديثة كلها علشان وجيهكم ذي التافة. بسم الله عليك، عندك دم هنا. تعال تعال يا صديقي، انا الان ابغى اعودك على الموية، لازم تتعود على الموية. تفهم؟ تفهم ولا ما تفهم؟ هاي تعال معي. شايف الموية ذي؟
اسبح يلا اسبح اسبح اقول لك ما هو راضي يتعدل بس لكن احنا عندنا سبل حديثة برضو في العلاج مثل ما اتفقنا في من هنا وفي من هنا ايش تبغى انت ها كيف للحين دقيقة خليك معاي امسك هذا شوي الحين جايك اه كيف الموية معاك كيف الموية معاك كويسة خلاص هات هذا نجح في الاختبار خلاص تعالج شوفوا كيف ما عاد صار يخاف من الموية طبيعي شوف حتى نام في الموية من كثر ما صار يحب الموية اوه انت اللي تخاف من السكاكين والسيوف هذه ابد علاجك عندي يا طول العمر تعال خش هنا خش دقيقة انهض هلا والله شوف يا طول العمر والسلامة عندنا هنا أساليب علاج عمر أمك ما راح تشوفه في أي دولة كويس الشغل هذا ليه ما يتكلم أنت مستشار على الفاضي أنت مستشار على الفاضي شكلك صح أنت شكلك مستشار على الفاضي ما منك فايدة تسمع أنت أنت مستشار وما أنت مستشار أفك راسك لا 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 أفك راسك صح مستشار وما أنت مستشار يا ابن الحلال ركز معايا احنا في شغل هنا احنا في شغل لا تتكلم بين بين المرضى انه عندك لسان ومستشار شكرا لما اشوف لنا مستشار جديد تعال ما عليك ما عليك علاجك عندي علاجك عندي خاف من الادوات الحاده بسيطه بسيطه وش اجيب لك وش اجيب لك الله احس انه هذا الشيء يناسبك شايف لا اصلي اصلي تمام طيب يا طول عمر والسلامه هذه خلها هنا شوف احيانا الشخص لازم يواجه مخاوفه فانت لازم تواجه مخاوفك خلك محترم على قولة الجوكر واي سو سيريس تسمع ولا ما تسمع يا اخي ابتسم يا اخي ابتسم فين ابتسامتك انا شقيت خشمك اه بالغلط لا ما بخشمك بفمك انا ايوه ايوه هذا اي يا نفسيه يا نفسيه ايش هذا هذا علاج جديد ما ادري شو هو الا اوه أول مرة في حياتي أفشل مع مريض. ألو السلام عليكم حياك الله يا هلا يا مرحبا والله الحمد لله الأمور طيبة الحمد لله كل شيء ماشي كويس مرة مرة لا تشيل هم الحمد لله عالجتهم كلهم إلا واحد مرة ظاهر إنه ما هو مريض يستهبل نفسه مريض أي عندي عندي أول الحين لا ما يقدر يكلمك الحين أعطيته علاج نومه بدل ما بعد ما يصحى نتفاهم معه اذا عندك مرضى ثانيين تبغى تجيبهم ابد عندي كلم بيكس بوك يتفا لا لا كلمني انا بيكس بوك خلاص تقاعد ما يبغى يشتغل يلا على خير ان شاء الله والى هنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه اتمنى ان الحلقه هذه نالت على اعجابكم انت ايش صحاك ما كنت ميت هناك ايوه في موضوع مره مهم ابغى اتكلم فيه معك حط هذه هنا شويه تعال بكره بينزل مقطع الفوائي ابغاكم كلكم تفجرون ام لايكات ابغى يروح ترند فوق بكره بينزل المقطع تمام يلا موت خلاص اي نو معليش اي غلط كذا اي بيكس بوك عيب فين الهيبه عيب 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 يا طيب عيب ايوه خلك رجال موت يا رجال لايك لايك سبسكرايب نشر الفيديو لا تنسون بكره بينزل مقطع الفضائي ابغاه يطير في السما زي كذا ابغى المقطع يروح ترند لانه بكره حينزل
بكرة بإذن الله. لا تنسون اللايك وسبسكرايب والشير. ايه الجرس، لا تنسون الجرس. باي باي حبيبي.